استشارنا الدولي 100 مكتب للمجموعة. تبلغ شركات المجموعة 140 شركة، 150 مكتب تمثيلي، 400 محطة معرفة، 250 شراكة مع المؤسسات التعليمية، أكثر من 150 شراكة مهنية، 350 وسام وجائزة عالمية. ريادتنا أكثر من 10 ملايين صفحة تمت ترجمتها، أكثر من مليون تقرير مهني صادر عن المجموعة، أكثر من 500 ألف مهني تدربوا في المجموعة، أكثر من 500 ألف شهادة مهنية منحتها المجموعة، أكثر من 250 ألف شهادة دبلوم لمهارات تقنية المعلومات، 50 ألف مستشار تم التعاقد معهم على قاعدة بيانات المناقصات، 10,000 مدرب تم التعاقد معهم على قاعدة بيانات التدريب، أكثر من 1,000 مركز تدريبي ومعرفي تابع للمجموعة. مكانتنا، لا يوجد أي أحكام مهنية صادرة ضدنا عالمياً. يبلغ عدد حقوق الملكية الفكرية التي تم إدارتها حول العالم 100,000 حق ملكية فكرية. تعد شركتنا المهنية لمراجعة الحسابات العالمية ضمن أكبر 20 شركة. العلامات التجارية التي تم تسجيلها حول العالم 500,000 علامة تجارية. أفضل شركة ملكية فكرية للسنة الثامنة على التوالي. تبلغ الزيادات في عدد العملاء الجدد في جميع المجالات 25,000 زيادة سنوياً. مجموع عملائنا الإجمالي لكافة الخدمات والأنشطة يبلغ 1,000,000 عميل. خدماتنا، أكثر من 50,000,000 مستند قامت المجموعة بأرشفته. 2,000,000 علامة تجارية في قاعدة بيانات الملكية الفكرية. يبلغ عدد الموضوعات العلمية في الموسوعة العربية الإلكترونية 1,000,000 موضوع. أكثر من 10,000 مشروع تمت دراسة جدوى. أكثر من 4,000 مؤسسة قمنا بهيكلتها وتنظيمها. أكثر من 400 منظمة قمنا بتأهيلها للحصول على شهادات الآيزو. نملك عضوية في اللجنة الفنية لصياغة معايير الآيزو منذ عام 1995. إبداعاتنا، أكثر من 30,000,000 تواصل سنوي على الإنترنت. 150 قاعدة بيانات لعناوين عالمية تزيد عن 500,000 عنوان. 100 برنامج ونظام إلكتروني تم تطويره لخدمة العملاء. تملك المجموعة 60 موقع إلكتروني لجميع الخدمات والنشاطات. تعمل المجموعة بخط إنترنت خاص بها. تملك المجموعة سحابة إلكترونية خاصة بخدمات المجموعة مزودة بأحدث التقنيات. تعد شركتنا أول شركة ملكية فكرية تعمل كمسجل دولي لأسماء النطاق عالمياً. نملك 400 محطة معرفية في خدمة المجتمع، 50 مؤسسة لبناء القدرات نديرها ونمولها بالكامل. تخصص المجموعة 50% من أرباحها سنوياً لتاك فاونديشن لخدمة المجتمع. تستثمر المؤسسة النصف الآخر في تطوير قدراتها وتوسعة نشاطاتها وانتشارها.